السلام عليكم. بعد أن شهدت البصرة وواسط والنجف وبعض المحافظات الأخرى تصعيدا بالقذائف في الأيام القليلة الماضية، مجاميع بسيارات مضللة استعرضت في حي الشعب في بغداد، ومجموعة مزقوا اللافتات الانتخابية في الحي وأحياء سكنية أخرى، فيما شهدت بغداد اقتحاما لمقر تيار الحكمة وتحطيم محتوياته من قبل متظاهرين تابعين للتيار الصدري، احتجاجا على تغريدة نسبت لأحد قيادات تيار الحكمة تسيء للتيار الصدري. تبين فيما بعد بأنها تغريدة مزيفة مثلما أعلن ذلك قيادات في الحكمة، في حين أنه قررت محكمة التحقيق المركزية في بغداد توقيف 12 متهم بالاعتداء على مقرات الأحزاب وتمزيق صور المرشحين، فيما أطلقت القوات الأمنية النار على 3 أشخاص في إحدى أحياء بغداد كانوا يحاولون تمزيق صور المرشحين. طبعا هذه الأحداث سبقتها أحداث مشابهة في البصرة أدت إلى إعلان دولة القانون عن غلق مقراتها، وبيانات صدرت من أحزاب تعرضت مقراتها إلى الاستهداف دعت فيها الحكومة لاتخاذ إجراءات رادعة لحماية مرشحيها ومقراتها الحزبية. مقربين من التيار الصدري وصفوا ما حصل بأنه ردود أفعال شعبية لا يمكن السيطرة عليها، مشيرين إلى توجيهات سابقة للسيد مقتدى الصدر تمنع التجاوز على القانون والانخراط في العنف وعدم المشاركة في الانتخابات من أجل عدم إضفاء الشرعية عليها. من جديد ورحب بكم وارحب بضيوفي الاستاذ علي الفتلاوي عضو الاطار التنسيقي، والسيد جاسم الموسوي الباحث في الشان السياسي، والسيد غالب الدامي الباحث في الشان السياسي ايضا. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. حياك الله استاذ علي، حياك الله سيد جاسم. اكو تصاعد بوتيره الاحتجاجات واتخاذها منحى اخر، يعني البارحه اقتحام لمقر لتيار الحكمه، قبلها قاذفات وكذا وما اعرف ايش، وين راح اولا كيف توصفون هذا الموضوع؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لك أستاذ محمد، تحية ضيفك الكرام، وتحية جميع المتابعين الكارد. صراحة أن هذا الموضوع ليس بجديد على الانتخابات، دائما ما تكون هنالك عملية تصعيد، كان طرف أي طرف كان يذهب بعيدا عن الانتخابات أو يحاول لا يدخل في الانتخابات أو يخسر في الانتخابات أو يقاطع الانتخابات أو ينسحب الانتخابات، يكون هنالك عملية تصعيد، وهذا التصعيد صراحة لا يصب في عملية النظام الديمقراطي الذي دخل به العراق والذي بدأت الآن ملامحه تتسع شيئا فشيئا، وينظر الإنسان بطبيعة الحال أن هناك نظام ديمقراطي، لكن في الواقع يحاول بعض أن يعيد النظام الديمقراطي للنظام الفردي، النظام القرار الفردي، بأنه يجب أن يكون هنالك الجميع مشاركين والجميع في العملية السياسية والجميع في داخل النظام الحكومي. هذا مو صحيح، هذا النظام الديمقراطي لا يؤخذ بهذه الجنبة. الجنبة الحقيقية أن يكون دائما المقاطعة ماكو مشكلة، لكن المقاطعة لا تفرض على الجميع، هاي واحدة. اثنين، الذهاب على العملية السياسية والخروج عن العملية السياسية لا يعني الذهاب أو الخروج من الجنة لو صح التعبير. هنالك نظام سياسي مبني على معارضة وموالاة، وأيضا مبني على مقاطعة وعملية انتخابات، فمن يشاء أن يذهب للمقاطعة ماكو مشكلة، لكن بأن يجب أن جميع يقاطعوا هذا مو صحيح. بس ماكو واحد فرض على الجميع ان يقاطعوا. لا، هسه اليوم انا كنت قبل 3 أيام في الرصافه، لا يفرض على الجميع بانه ماكو انتخابات، وحتى صور ماكو، الصور بصوره عامه ممزقه، الصور مقطعه، ماكو ما يسمح بانه تضع صورتك، واذا وضع صورتك فتحاسب اما عن طريق جهه او تحاسب عن طريق افراد، تحاسب عن طريق جماعات هسه كانت مسلحه وغير مسلحه. زين، هذا نعتبره احنا صراحه يذهب الى تكميم الافواه، وتكميم الافواه ليس بالنظام الديمقراطي الذي وضع العراق قدمه فيه ويسير عليه. زين، هو الدعوه، دعوه السيد مقتدى الصدر واضحه جدا انه لا تشاركون بالانتخابات من عدل حتى لا تضيفون شرعيه لها. هذا واضح سيد الكريم. الممارسات اللي تصير من تمزيق الصور كل يتحملونها افراد التيار الصدري، كلها اكو ناس مجموعه من الناس
مين المرشحين يصير دائما في الانتخابات السابقة اللي صار بها اللي كان يشارك بها التيار الصدري حصلت بها تمزيق صور من قبل نفس الأحزاب حتى صح. نفس الأحزاب صح موجودة هاي الحالة أي فليش نحمل كل شيء اليوم باتجاه التيار الصدري لأنه مقاطع سيدي الكريم أكو ممارسات غير نعم. أشخاص يسوونها نعم هنالك بعض المرشحين متنافسين والتنافس أنا أعتبره غير شرعي أو غير أخلاقي اليوم التنافس الأخلاقي في كيف أنا أستطيع أن أقنع الناخب زين. كيف ما أعطي للناخب من وعود حقيقية لا وعود مزيفة لكن بأن أذهب إلى تمزيق الصور هاي مناسبة حتى بها جنبتين أخلاقية أولا وثانية شرعية الشرعية مشكلة يعني اليوم أنت تأتي وتتجاوز على أملاك الغير فهذه مشكلة شرعية إذا كنا نذهب إلى الأخلاقية فهذا التنافس أخلاقي يجب أن يكون تنافس أخلاقي وإذا كان من ناحية الشريعة وإحنا مسلمين يجب أن نضع ميزان الشريعة أمامنا هذا التعدي على أملاك الغير ما يجوز لك لا القانون السمائي ولا القانون حتى العرفي أو الوضعي فلذلك يا سيد الكريم نعم هنالك البعض يتنافس تنافس غير أخلاقي لكن أنا عندي موضوع بأنه اليوم من يحمل صفتي يحمل صفة الإطار يجب أن يسيطر عليه الإطار ومن يحمل صفة التيار يجب أن يسيطر عليه التيار ومن يحمل صفة كتلة أخرى أو جهة أخرى أو تيار يجب أن يسيطر عليه زين يعني شنو القصد من هذا الكلام؟ اليوم الكثير نرى بأن هنالك صور تحمل صورة السماح حسين مقتدى الصدر وتذهب إلى تمزيق الصور زين. شعارات في الشارع تذهب إلى أن يكون هنالك أن السيد مقتدى الصدر داعي للمقاطعة لا نسمح ولن نسمح هذا مو صحيح اليوم سيد مقتدى الصدر يجب أن يأخذ موقفا جديا من هذا الأمر إذا كان هؤلاء الأشخاص يمثلون سماح حسين مقتدى الصدر ومؤتمرين بأمره فهو داعي للديمقراطية وهو بعيد عن ديكتاتورية زين هم يقول لك الآن هم يقول لك الآن إنه أكو جمهور عند الإطار مسيطرين عليهم الإطار هم يتجاوزون ويغلطون ويسبون ما يسمح كذا. ما يسمح ما طول شايل صفة الإطار يجب على الإطار أن يوقف هؤلاء الأشخاص يجب زين على الإطار أن يوقفها لأن هذا حامل صفتي كذلك التيار وكذلك أي كتلة أخرى إن كان على الحكمة وإن كان القانون وكل المسميات فيجب أن يكون هنالك موقف حقيقي من سماح السيد مقتدى الصدر يقاطع ماكو مشكلة نحترم الرأي وهذا رأي أصلا هو هذه الديمقراطية المقاطعة تأتي من نظام الديمقراطي زين لكن تكميم الأفواه وعدم الدخول في العملية السياسية وإفراض الغير أو الفرض على الغير بعدم الدخول هذا ليس بالنظام الديمقراطي تمام سيد جاسم أكو صارت عندنا حادثة في طبعا المساجلات مستمره بين المدونين الاطار مدونين التيار والاتهامات وكذا وما اعرف ايش مستمره لكن في الاونه الاخيره شهدنا شيء جديد انه تغريده تصدر من اشخاص يمكن غير معروفين بعدين هاي التغريده تسيء لمقدسات مو فقط مقدسات التيار الصدري حقيقه هي حتى مقدسات العراقيين وخصوصا الشيعة يعني لما نسيء للسيد الشهيد محمد الصدر انت تسيء لمكون كامل تقريبا صحيح بعدين تصدر توضيحات بأنه هاي التغريدة مو إنه صادرة لما تصدر هذه التغريدات أكو ناس راحت اتخذت إجراءات بالشارع يعني دخلت على مقار كسرت أدواته ما أعرف إيش صار ورمي منا ما أعرف هاي التفاصيل فمن اللي قاعد يحرك هاي التحريك يعني في البداية تحية لجنابك الكريم دكتور محمد إلى أخ أستاذ علي إلى دكتور غالب مشاهدي قناتكم الكريمة اولا دعنا نتفق ان الاجواء متوتره وموتوره زين متوتره نتيجه الخلفيات السابقه لنتائج انتخابات تشريعيه فيها مساحه كبيره من الاخوه في التيار الصدري هم ليسوا على مستوى واحد من يعني من المعرفه والعلميه هناك قاعده جماهيريه ربما تتخذ خطوات سريعه دون ان تكون هناك توجيهات كرده فعل او بالعكس ايضا لجمهور الاخوه في الاطار زين الأخطر أن هناك من يتدخل في الحدث من يصنع الأزمة والمشكلة وهؤلاء الذين يتدخلون في الحدث ويصنعون الأزمة هم أنفسهم الذين حاولوا أن تكون هناك حرب شيعية مثلا زين. أو أن يصطدم الأخوة في التيار ويكون أعداءهم حزب الدعوة أو حزب الدعوة أعداءهم التيار ولاحظنا هذه التسويقات منذ فترة طويلة ساحة الانتخابات هي الأخطر مرحلة وبالتالي ممكن أن تختبر بها قدرة الآخر على تحمل هذه المعلومة صحيحة أو غير صحيحة وبالتالي فلترتها واتخاذ الإجراءات زين. أنا باعتقادي أولا دعنا نسلم المعارضة
لأي شكل من أشكال النظام الديمقراطي هي معارضة، يعني كان لديها سلوك ومقاطعة الانتخابات اللي هي نسبة المشاركة لم تكن مشاركة كبيرة جدا، وهؤلاء غير منظمين وإنما متفقين. المعارضة التي تؤدي إلى حرق الصور أو تدبير الصور هي لديها ثلاثة أهداف. إن لم تتمكن من عرقلة هذه الصور وهي منظمة وليست فطرية، منظمة طبعا وليست فطرية أبدا، وهي شكلين، إما شكل من الأشكال التنافسي كما أشرتم بين بين الفرقاء. بس أوقف عند هاي، يعني ذول الناس اللي مزقون الصور بالشارع، يعني مو يعني مو لا لا مو رد فعلهم يردون ابدا، مو ردة فعل، يعني أبداً. واحد قاعد يوجههم بانه لا لا، ردة الفعل دكتور محمد واضحه من عدم المشاركه، النسبه العاليه بدات تتراجع في المشاركه في الانتخابات نتيجه الاداء والسلوك السياسي والاداري الغير حقيقه يعني مقنع لهؤلاء زي. وبالتالي كنا دائما وحضرتك ايضا نتحدث عن نسبه المشاركه التي لم ينص عليها قانون زين. من اللي يوجههم دول؟ نوعين، الأول هو التنافس بين الفرقاء، والثاني بكل تأكيد هناك من يعارض الانتخابات ولا يريد أن تجري الانتخابات، وممكن أن نتوقع منهم، يعني أنا أتوقع ثلاثة احتمالات قد تحصل في هذه الانتخابات. واحدة منها قد يتم، يعني للأسف الشديد أقول قد يتم اقتحام مراكز يعني لاقتراع وانتخابات، وبالتالي هذه المراكز إذا ما اقتحمت ربما يخرج بيان آخر يقول ليس لنا علاقة بهؤلاء، هؤلاء منظمين، سيارات بلا أرقام مضللة، ممكن أن تكون فاعلة من أطراف أخرى، وممكن أن يكون طرف واحد، ممكن أن يكون هؤلاء مؤدلجين لتيار معين اللي هو التيار الصدري، ممكن أن يكون آخرين منافسين للإطار أو من جهات أخرى أن حقيقة أن يقوموا بهذا الشيء زين. وممكن بالمناسبة أن يمنع الناخب من الوصول إلى مراكز الاقتراع أيضا أتوقع وممكن أن يضغط على الناخب بأن يدلي بصوته لمن يخاصمونه طبعا بكل تأكيد، وهذا واضح جدا. لذلك أنا أقول ردة الفعل هذه هي يجب أن يحاسب عليها من يتخذ الخطوات ما بعد ردة الفعل نتيجة تغريدة معينة، إساءة للسيد الصدر، إساءة للصدر الأول، للصدر الثاني، لأي رمز من رموز العراق يعني وهؤلاء الشهداء. بالتالي يجب أن يكون هناك ضبط كما هناك ضبط لأن ندعو من اللي يضبط هذا الوضع؟ طبعا إذا كانت الإساءة للشهيد الصدر الثاني بكل تأكيد أنصار الشهيد الصدر الثاني هم الذين يخرجون وتكون لديهم ردة فعل على الآخرين زين. وبالتالي مسؤولية الأخوة في الهيئة السياسية في التنظيمات بالتيار الصدري أن يتأكدوا أولا من هذه التغريدة وهذه الإساءة لسامح الله، ثم بعد ذلك يتخذون التدابير القانونية باعتبارهم أيضا جزء من المؤسسات الدستورية العراقية ولديهم طرق وآليات حقيقة لملاحقة من يسيء للرموز الدينية. إذا كان هناك طرف آخر فهو مسؤولية الأجهزة الأمنية، يعني أجهزة أمنية سيارة مضللة بلا رقم تحرق وتغلق، أنا بالشعب وتغلق وما أدري إيش، شنو أنت الأجهزة الأمنية، أنت وزير الداخلية شنو شغلتك؟ أنت وزير الداخلية مسؤول مسؤولية أخلاقية ومسؤولية تكليفية وشرعية زي. المفروض هو شنو اللي صار بالضبط؟ أكو سيارات مضللة كانت تمشي ما أعرف أنا حسب ما أنا ما شفت، أنا شخصيا ما شفت لأنه أنا مشغول، لكن يقال أنه هناك من نزق الصور، هناك من خرجه، هناك يعني كل هذا الذي يجري هي مقدمات لأن لا تحدث انتخابات يعني سلسة أو شفافة. وبالمناسبة من حقك أن تعترض على هذه الانتخابات يعني كتنظيم سياسي، ولكن مو بهذه الطريقة. أنا مع أن نعترض على الانتخابات، أن نحتاج على الانتخابات، لا نشارك بالانتخابات وهذا احتجاج. تمام. لا نمنح الشرعية للانتخابات وإحنا نسمع عالي. واضح واضح دكتور غالب، حياك الله. دكتور غالب اسمعك انا استاذ محمد، حياك الله دكتور، اهلا وسهلا بك. حياك الله دكتور غالب. يعني اكو قصه جديده عندنا صارت، يعني تصدر تغريده من واحد مباشره يعني بعد دقائق من او بعد دقائق او برد بشكل جدا سريع، تحترق عندنا مقرات، يهجم على مقرات، تضرب مقرات بالقذائف، بعدين يرجع هذا الشخص يقول اصلا انا ما صادره من عندي هذه التغريده ولا لي علاقه بالموضوع، او ما حصل مع دوله القانون نفس القصه بالضبط، انه احنا ما مسؤولين عن شخص يغرد او يسيء او كذا، لكن ردود الافعال بهذا الشكل السريع قد تؤدي الى ردود افعال اكبر. هل هذه العمليه منظمه ام هي ردود افعال شعبيه فقط؟ شوف استاذ محمد، اولا تحيه اليك وللسيد جاسم الموسوي وللاخ علي الفتلاوي. يعني اليوم لو انا اغرد تغريده قويه جميعكم الثلاثه الذين الان
على شاشة الأيام الغراء تقول أن غالب الدعامي قريب من التيار الصدري أو أنني من التيار الصدري. بعض الشخصيات اللي تغرد، اللي ما تنضبط، اللي يسوي لها فتنة، لماذا لم تحاسب؟ لماذا سكت عنها الناس؟ فقط صدرت بيانات قالوا لا ينتمي إلينا. الشخص اللي صرح من اللي غرد وقيلة مزورة من الحكمة، من تيار الحكمة، قبل 3 أيام أيضا غرد لمنصة أخرى، وهذا الكلام اللي قيله في التغريدة السابقة أو في المنصة السابقة اللي الكلام هو شبيه بهذا الكلام، إلا أنه هذا أكثر قوة، بمعنى هناك أصل. أنا بتقديري بعض الجهات السياسية تعتقد أن أحداث أكشن بالأحداث ممكن يعطيها اصوات اخرى من الذين يختلفون. يعني دكتور غالب هسه احنا اللي وضح امامنا، اللي التفاصيل الباقيه انت حضرتك تعرفها، بس اللي وضح امامنا انه عندنا تغريده، وهاي التغريده نفاها صاحب التغريده بليغ ابو قله نفسه، صدرت التغريده ونهجم على المقرات. بعدها انا رحت على صفحته شخصيا، شفت انه ماكو تغريده، هو ناشر الرجل هاي التغريده مالت اللي مزيفه، وكاتب انه انا ما عندي غير هاي الحسابات وهاي التغريده ليست تابعه لي. هسه نتمنى انه تكون التغريده يعني مزيفه، يعني انت تقول انه اكو سوابق لهذا الموضوع. اكو سوابق، نعم، نتمنى التغريده لانه مو مصلحتنا. انا بس سؤالي اقول لماذا هذا الشد بين الاخوه؟ يعني الا يكفي؟ هل يحتاجون دماء اخرى ان تسقط في العراق؟ هناك يتكلم هذا يسب ذاك، يتحدث بكلام غير منضبط. يعني بتقدير انه هذا الموضوع الى علاقه ومرتب لان يبحثون عن اكشن. لكن من اللي مرتبه؟ من اللي مرتبه اللي يبحث عن اكشن حتى يحصل اصوات بالانتخابات؟ لكن انا اقول بصراحه هذا بعض الجهات لن تحصل على اصوات في هذه الانتخابات. ربما الاكشن يخدم اطار القانون، الائتلاف القانون، باعتبار اكو عنده مريدين وأكو عند ناس عندهم عداوة أو خصومة، لنقل لنخفف الكلام، عندهم خصومة واضحة ويا التيار الصدري، وبعضهم من الناس يذهبون للجهة التي تختلف مع التيار الصدري. فالذين لديهم خصومة مع التيار لن يذهبوا إلا للسيد المالكي. تمام. لن يذهبوا لغيره. هسه هذا واضح، بس لي أنت من باب إنه واحد غرد، ليش؟ هي سجال التغريدات بين الاثنين موجود، وأكو مثل ما هذا يسيء، أكو مثل واحد يسيء بطرف التيار الصدري. ليش هذا الاستفزاز السريع؟ انت ليش ما تعامله؟ هو عاملك بتغريده، عامله بتغريده أسوأ من عنده. عاملك ببيان صحفي، عامله ببيان صحفي أسوأ من عنده. ليش انت تروح الى المساحه الاخطر بالموضوع؟ استاذ محمد، التنابز اصلا شيء مرفوض ومن العامه والخاصه لا يقبل. يفترض اكو طبقه سياسيه عندنا تحترم نفسها وتسمو على في المجتمع، والا الان هناك تسافل في الطبقه السياسيه. وانت الان جزء، الاخوه اللي يمك استاذ جاسم، استاذ علي، حضرتك تحدثنا سابقا في تسافل بعض الساسه في لفظ بعض المفردات لا نقولها حتى مع اقرب الناس لنا. زين، فكيف تقال على الاعلام؟ هذا جانب. الجانب الاخر المهم، اكو فارق بين ان يكون منظم او منتظم وبين شخص لا ينتمي تنظيميا. هناك جمهور شعبي، قال دكتور سيد جاسم ذكرها، قال مستوى المعرفي متنوع بالمستوى العالي وبالمستوى المعرفة العاطفي، أقصد اللي يسيطر عليه العاطفة واللي يسيطر عليه العقل. هذا شاف تغريدة بها إساءة معينة، اعتقدها راح باتجاه هذا اللي قام بالفعل. وأكو تغريدات سابقة وتصريحات مرتبطة مع بعضها البعض، لذلك ينصرف الذهن إلى أن هذه التغريدة غير مزيفة. مو أنا بالنسبة لي، أنا أحترم الشخص اللي نفاها، وهذا سواء تراجع أو حقيقة هو بكل الحالات حالة إيجابية. ليش ما تفترضون أكو أطراف ثالثة ممكن تدخل في هذا الموضوع وتحاول أنه تثير فتنة؟ ليش بهذه السرعة؟ يعني بدون غربلة، بدون كذا، بدون معرفة. يعني أنا أقتنع معك مو 100%، 1000000%، وأنا يعني متابع جيد لهذا. هناك من يغذي بهذه الفتنة، وهناك من يسعى لخلق فتنة بين الأخوة. منين هذا؟ الثاني تابع الشبكات التواصل. من أي طرف؟ من أي طرف؟ أنا ما أريد أسمي لك. الثاني خو ما أريد أتهم الناس، لكن يفترض جهاتنا الأمنية تتابع هذه بها المحتوى السيء اللي يثير الناس، يفترض أن يتابع حتى نصل إلى من يغذيها.
بعض الصفحات لا نستطيع أن نصل إليها، صورة فلان يخلي صورة السيد أو شخص بالحشدة وصورة السيد الشهيد الثاني ويبدأ بسب هذا وذاك يسب الآخر. يعني هذا كلام ممكن هذا نحصره. بعض التصريحات لبعض الطبقة السياسية أو بعض المدونين معروفون، هؤلاء يدسون السم بالعسل، يجب أن ننتبه إلى ذلك وأن تكون تصريحاتنا هادئة. يعني ليش ما نكون جانب إيجابي ليش سلبي؟ وإحنا نشوف بالمناسبة أكو تصريح للسيد عمار كان بيخشونا نوعا ما قبل مدة، وكان ردة فعل أيضا من جمهور التيار، وكان أيضا خلافات سابقة قبل الانسحاب التيار وبعد انسحاب التيار وتشكيل الحكومة. إذا هذا الاستفزاز السريع من جمهور التيار لم يكن وليد اللحظة، وإنما وليد سابق، بمعنى هناك احتقان داخلي لدى جمهور التيار الصدري. واضح واضح صد علي. يعني الآن مع ما ذكر الدكتور غالب أكو شيء مهم، يعني التيار يفكرون بهالطريقة، يقول لك أنا كنت الكتلة الأكبر، تركت الموضوع ورحت قعدت عند أهلي، أنا أصلا تركت لك الجمل بما حمل، تركت لك ساحة سياسية، تركت لك رئاسة الوزراء والوزارات وكل شيء وكذا، وأنا قاعد، أنت ترجع تستفزني بين فترة وثانية، تتحدث عني بسوء، آخر هالتصريحات اللي كأنما هي متفق عليها أطلقها السيد عمار الحكيم، يتحمل من يقاطع يتحمل مسؤولية عن الإخلال بالمكون. يعني مو قصة سهلة أنه أنت تحملني مسؤولية، لأن أنا تارك الموضوع قاعد، أنت ليش تستفزني باستمرار؟ ليش ما تسيطر على وضعك؟ أنت جهة منظمة، أنا جهة شعبية، ليش بين فترة وفترة أسمع منك استفزاز؟ أنت تريد تكمل انتخاباتك، مو المفروض الآن السيطرة على وضعك ما تستفز الآخر؟ شوف أستاذ محمد، أنا عندي فقط مداخلة بخصوص جناب السيد، قال عدو التيار الصدري، ليس عدو الإطار التنسيقي قطعا، نعتبره ما قلت عدو، لا مستعد من خلال الكلام، أنا مستحيل أقول عدو، أنا أقول الأخوة يحاول الآخرين أن يجعلون أعداء فقط للمداخلة، بأنه إحنا لم نجعل أي طرف عراقي ملتزم في النظام السياسي أو خارج النظام السياسي عدو، زين أبناء وطن واحد، فهذا الموضوع بعيد عن النهاية. الإساءة بكل مسمياتها مرفوضة وغير مقبولة قطعا، تمام، إن كانت على رمز أو كانت على فرد ما بيها مجال، لكن إحنا نقول بأنه يجب أن يحكمنا القانون. إحنا ليش دائما نريد نرجع إلى شريعة الغار؟ بأن اليوم إذا تريد تتجاوز عليها في أي مصطلح، خب ما يكون موجود قانون، ليش ما نفع نظام القانون؟ ليش دائما إحنا نلجأ بأنه لازم إذا تنعتني بصفة لازم أروح أدق بيتك، إذا تنعتني حتى إذا عندك فكرة مغايرة لفكرتي بأن لازم ترجع إلى فكرتي الأصل. زين، هذا الخطاب إلمن؟ أنت اليوم بالحكومة، الجميع، أنت اليوم بالحكومة، أنتم فعلوا القانون للجميع. إحنا نقول بالعكس، إحنا شو نقول؟ إن كان رئيس وزراء وإن كان وزير الداخلية وإن كان وزير الدفاع، يجب تفعيل القانون بحذافيرة. يعني اليوم إذا أساء أي مسمى يجب أن يحاسب أي مسمى. زين، لذلك اليوم إحنا ما عندنا قانون 100%، القانون قد يكون مرات ينظر بعين واحدة أو يداهم أو يتعامل بروح القانون. إحنا اليوم نحتاج قانون، القانون إما يطبق على الجميع أو لا يغفل عن واحد ويعاقب واحد، وهذا اللي جاي نشوفه. مرات واحد يسرق لك لينس ينحكم 15 سنة، زين، ومرات واحد يبوق له 20 مليار مدري أكثر من كذا هيك مليار ينحكم له سنتين مع إيقاف التنفيذ أو مع. فذلك يا سيدي، هذه الإساءات إحنا ما نقبلها ولا يقبل من أي فرد إن كان قائد أو فرد، ويجب أن يحاسب على الإساءة، لكن نريد تفعيل القانون، ما نتعامل بالفعل وردة الفعل. ما يحاسب اليوم محمد الخزاعي تجاوز على حسين الفتلاوي يكون على حسين الفتلاوي في حالة هجوم على ودون قانون، لا، يجب الركون للقانون، وهذا القانون يجب أن يفعل على الجميع، لا عندنا قائد ولا عندنا زعيم ولا عندنا كذا، القانون على الجميع بدون استثناء. زين، وأنا سألتك سؤالي، إنه سؤالي إنه قبل فترة صدرت تصريحات من سيد عمار، من العامري، من المالكي نفسها تحمل المقاطعون مسؤولية الإخلال بحصة المكون. سيدي الكريم، هو سب هذا أم قذف له نظام سياسي له تعامل سياسي؟ أه.
هو بنظام سياسي احسد زين. تعامل سياسي اليوم اكو مقاطعه ماكو اشكال، لكن انا انظر بان انا مكون كبير يمثل 60% اجتذاب جزء من عنده اللي هو خلينا نقول 20 او 30% هذا اصبح تفتيت للمكون الشيعي. احنا ننظر الى المكون الشيعي بصوره عامه زين. احنا بالعكس نكيف اذا كان التيار الصدري من ضمن العمليه السياسيه، نكون قوه زائد الى قوه، نكون صوت على صوت، نكون رافد على رافد. فلذلك يا سيدي الكريم بالعكس انا اشوف بانه اليوم الكلام من باب اولا العتاب، اثنين باب تكوين الاسره الواحده يعني يحاول الاخوه في الاطار التنسيق بصوره عامه ان يكون سيد مقتدى الصدر هو جزء اساسي ولاعب اساسي في العمليه السياسيه. زين هسه اكو كلام ذكره دكتور غالب يقول انه هاي من باب انه كانما اصنع خلاف حتى شلون بالضبط اكشن حتى شو يصير عندك، حتى يصير عندك مثلا اللي يكره اللي يكره التيار الصدري راح يروح للاخرين اللي هم ضد التيار الصدري وبالتالي استقطبت الاصوات، وهاي فعاليات قاعد يسوونها هاي من عندي واريد اتهم بها، فعاليات قاعد يسوونها بعض المنتمين للاطار التنسيقي، صحيح هذا الكلام؟ لو قبلنا عن هذا جدلا بانه يابا هنالك فعاليات والفعاليات تحاول ان تعمل بنظام خالف تعرف او كل ممنوع مرغوب. ما اليوم التيار الصدري لديه حكمه قويه ولديه قائد قدير حكيم يستطيع ان يهدئ هذه الامور. وايضا الحكمه لديهم قائد حكيم. زين. والقانون و و و اذا كانت القياده ما تسيطر على القاعده، هي مشكله كبيره، ليش انا اعطي ذريعه للمقابل بانه يعمل بالنظام اللي هو يريده؟ القياده ما مشاركه بهاي التفاصيل؟ سيدي الكريم انا اليوم انا ما اقول القياده، لكن انا اليوم كل راعي المسؤول عن رعيته. زين. اليوم من يحمل اسم صفه علي حسين يتحمل مسؤوليه علي حسين، من يتحمل اسم القانون يتحمل القانون. ومن يتحمل اسم التيار الصدري يتحمل التيار الصدري، ومن يتحمل عصائب يتحمل عصائب، وكل المسميات باحترامها هي يجب ان تتحمل. بس ماكو واحد متحمل مسؤوليه ما يجري يعني حقيقه، يعني اللي نشوفه الان انه هجومات مستمره، اتهامات مستمره. دائما نضعها في خانه. وصلوا الى حتى المقدس قاعد يحشرونه بينهم بالخلاف السياسي. اولا هو هذا الخطا اللي جاي يقولون به الجميع. بانه احنا اكو عندنا سمات او صفات مقدسه يجب ان لا 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 لا, لا تهدم ولا تركن ولا يمكن تجاوز عليها ابدا ما يقبل. زين. لا كان شهيد ولا كان قائد ولا كان رمز. لكن انا اقول ليش ما نتحمل مسؤوليه افرادنا؟ ليش دائما احنا نعمل بانه اذا صار هنالك اي انتهاك وصلت للدم استاذ محمد، وصلت للدماء والقتل، ونقول والله رده فعل شعبيه. لا سيد الكريم، ما معقوله اليوم الدماء هيك رخيصه. ما معقولة كرامة الإنسان بهذا الرخص، ما معقولة اليوم يوصل بحد الإنسان لا تنتهك حتى قيمته، ها؟ والله ردة فعل شعبية، وينك عمي؟ احنا وين عايشين؟ ردة الفعل الشعبية تكون بمستوى القانون، لا تكون بمستوى شريعة الإلغاب. فيجب أن يكون هنالك موقف حقيقي من جميع القادة، يجب أن يراعي حقوق الإنسان، يجب أن يراعي حقوق الإسلام، يجب أن يراعي حقوق العراقي، لأن كل الحقوق معلقة برقابهم. جميعا لا استثني احد منهم. فاحنا وين وصلنا؟ شو تقول سيد جاسم؟ وانت عفتني. شنو عفتني؟ ما تسالني. اولا زعلك انا. أول غير يخلص الرجال حتى ارجع له. اولا عندي تعقيبين. ايه. الاول جمهور التيار، جمهور المالكي، جمهور هو نتيجه البيئه الاجتماعيه، اثنين يختلفون تصير دقه عشائريه، تيجي التيار الصدري. يسمى محمد صادق الصدر ويقبون يتفرجون، هذا كلام يعني غير منطقي وغير مقبول وما يسيطر عليه لا سيد مقتدى ولا اي واحد يسيطر عليه، هذا بعد عقائدي. ذولي انا شاهدتهم جامع المحسن بزمن صدام بصدورهم يجوا عليه، تي هسه واحد ينزل تغريده ويصبرون جمهور التيار الصدري وما تصير دقه عشائريه، لا تصير دقه عشائريه يحرقون كل المقرات. اذا كانت مكذوبه اسمح لي، لكن ما هو الدليل؟ واقول لك ماكو اصلا هيك تغريده. اسمح لي. ايه هسه نفرض انه ماكو هذه تغريده وراح جمهور من جمهور التيار الصدري اللي هو جمهور اجتماعي دق العشاره ست واحد تقول له ما تسلم عليه يقاومك صحيح؟ الدليل مسؤوليه القانون والسلطه التنفيذيه اللي متمثله بوزاره الداخليه ان تبحث عن الفاعل. هذا واحد. زين. ليش المواطن يروح للعشيره الان يروح للعشيره وما يروح للدوله؟ انا مو محامي.
المواطن ما يروح المركز الشرطة يسلم، فيروح للعشيرة يفضها بالعشيرة أحسن ما يفضل. فقصدي من يلجأ المواطن في البعد الاجتماعي للعشائر، معنى ذلك أن القانون غير قادر، لا مو القانون ولا تطبيق القانون غير قادر. بس احنا لا ما عندنا، ما عندنا عشائر، ما عندنا قصة عشائرية. شامك لا هذا الموضوع ما بيقصة عشائرية. ايه زين بالقصة العشائرية يصير مشاكل. لا لا ما ما يعني لا اثنين اخوان، لا اثنين اخوان، واحد بدولة القانون وواحد بالتيار الصدري. زين اسالك، وواحد يهاجم الثاني. اسالك سؤال، اسالك اعلاميا كذا سجاليا، اعتبرني اني صدري، ارجع على تسجيلات المالكي سب السيد مقتدى الصدر وللهاي، ارجع اني تنازلت عن الـ عن الـ لكم للسلطه وما خلصت، ارجع انتم متهمين بكل شيء، ارجع الـ الـ الشهيد التغريدات اللي تنزل هسه بشكل مباشر او غير مباشر اكثر معروف، ارجع واحد يقول اللي ما يشارك بالانتخابات يعرقل الانتخابات. طبعا هاي كلها تراكمات تجعل من ردة الفعل ردة فعل صعبة. مسؤولية الآن الأكبر اللي زين. هو الإطار زين انت ردة الفعل ذكر أستاذ علي. لا لا بس اسمح لي أستاذ علي، قال لك على ردة فعل ونوصل إلى مرحلة الدماء. والله تقول لي ردة فعل الناس مثلا قبل شوي توصل إلى مرحلة انه تقتل الناس وتقول لي ردة فعل، ليش هو ردة شو ردة فعل يعني؟ ليش هي ردة الفعل بس بالمجتمع العربي؟ كل مجتمعات العالم إذا شيء للمقدس لا يسيطر عليه لا بالساعات الأولى بعلم النفس ولا بالساعة ولا بالأربع وعشرين ساعة بال 72 ساعة يمكن السيطرة عليه من خلال كشف الحقيقة. سيد يعني ردة إسلامي ناس إسلاميين يعني ردة الفعل يعني خلي الشريعة يعني قبل كل شيء. يعني أنت الجمهور كله متساوي عندك. لا لا قصدي اليوم قصدي الشريعة فوق كل شيء. يعني انت هذا لا مخالف الشريعة إيه على مستوى الطبقة. انا إيه اتحدث الان كجمهور، انا عندي مقدس، عندي رجل مات بجراب مزروف قارع نظام صدام، تجي تغريدة تسب لهذا الرجل او تسيء لهذا الرجل، تجيني اتفرج انا الجمهور العادي الجمهور الموال، ليش هذا الجمهور اللي يطلعون دول مئات الالاف دول كلهم على مستوى واحد؟ طبعا اكو قاعدة مسؤولة، لكن الجمهور الباقي انا واحد اللي اعرفهم ناس ما تقرا وتكتب وتطلع بس تقول له اطلع تغريدة السيد مقتدى الصدر يطلع بالساحة بعد ما يرجع. القصد أنه يجب أن نتعامل بموضوعية أن هذا الجمهور أو الجمهور الآخر المقابل يجب أن يكون هناك توازن ورقي في الخطاب. بمعنى يا أخوان ما تريد السيد ما يريد مشاركة، خلص نحن مع هذه المعارضة اللي يأتي يعتقد بها السيد، لكن من تنزل تغريدات يجب أن يكون هناك ردة فعل مباشرة. المفروض نزلت تغريدة من أبو قلل على سبيل المثال، مباشرة في ثانية واحدة ينزل أبو قلل يطلع تغريدة يقول أنا بريء من هذه التغريدة حتى ما توصل، لأنه الساعات الأولى في علم النفس إلى حد 72 ساعة يلا يتم السيطرة على ردة فعل مواطن عادي. والله أنا اللي شفته بصراحة يعني الأمانة أبي ما تقبل دقيقة. لا أنا يعني أنا اللي شفته بصراحة إنه دخلت على صفحة أبو قيلة شفت ناشر التغريدة المزورة وكاتب ورا 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 إيش قلت؟ ما أعرف. إيه هذا الوقت أنت تعطيني الوقت هذا القصد. هسا كاتب أبو قيلة ما صحة مغرد غيرها أنا ما أدري بصراحة. هذا الواقع هذا اللي شفته. بس إنه هو حتى الكلام اللي مذكور به يعني ما أعتقد واحد يوصل إلى هذه المرحلة اللي يكتبها إنه التيار الصدري خوارج. وين يعني إذا هذا يعني هذا حق حشاك اللي يتحدث بهالطريقة فهذا غبي. صحيح. صح. أكيد. غبي. يعني. أكيد أكيد أي. أكيد. مهم الذاكرة السياسية للبيئة السياسية الصدرية تتذكر هواي أشياء حتى ما قبل سقوط النظام تتذكر أشياء. زي. تتذكر تخوين مثلاً بقة السيد تتذكر أشياء. إحنا ما نريد هسه نعيد هذه خلاص هو دخل بالعملية السياسية. زين. مشت العملية السياسية والرجل نازل عن 73 مقعد مو مشكلة. دكتور غالب أنا بس أريدك تفكك لي هاي المعادلة. أنا من أقرأ تغريدات السيد مقتدى الصدر أغلب تغريداته تتحدث عن أنه تدعو أنصاره وتلزم أنصاره مو تدعيهم على عدم يعني عدم الانجرار إلى العنف، على عدم ارتكاب أشياء خارجة عن القانون. وشوف التغريدات السابقة كلها يعني كلها واضحة أنه أوقفوا عد حدكم لا توصلون، ودائما يستعير قول السيد الشهيد الصدر لا تقولوا قولا أو تفعلوا فعلا إلا بالرجوع إلى الحوزة. زين هذا شيء. إذا نجي نشوف جمهور التيار الصدري جمهور منضبط يتبع كلام السيد الصدر بحرفية تامة. زين إذا تريد توصل إلى المرحلة الأخيرة أنه تشوف أكو ممارسات الآن بالشارع هي غير قانونية، أنه أنت تروح تستخدم قاذفات، أنه أنت تحرق مقرات، أنه تسوي كذا، أنت مختلف وياهم من وجهة نظرك ذولا
هسه ذولا حراميه، ذولا عندهم مشكله، ذولا كذا، تمام كل شيء مقبول من وجهه نظرك، بس انه توصل الى مرحله انه الى استخدام العنف مع السيد الصدر ينهى عنه، فكك لي اياها شلون؟ اولا دعني اشكر حنان الفتلاوي من عبر شاشتكم الغراء، اشكرها واقول لها بارك الله بيك دكتوره حنان، انت تعرفين اوادمك. وهسه اعتقد هاي واضحه الصوره هاي، حسيت الفرات، انت اصلك فراتي. النقطه الاخرى، اتفق كثيرا مع سيد جاسم الموسوي. سيد جاسم الموسوي وضع النقاط على الحروف واعطاه الجواب. خليك لا خليك خليك وياي قبل لا اسمح لي، هو جوابي هذا جوابي هذا. لا خليك على جوابي، خلي جاوبني انا، هو ذا جاوبك انا، خليك على جوابي. لا وصلني الجواب، انا اريد اخي اسمح لي هاي القصه. دا اقول لك شيخ عشيره يتم يخنزرون عليه، عشيرته يهدون يقتلون 3 إلى 4، هاي ثقافتنا. وهذا الجمهور هو جزء من هذه الثقافه، نعم هو عقائدي ولكن جزء من هذه الثقافه اللي يعيشها شعبنا. لذلك الاستفزاز، انا شخصيا احمل من يستفز، احمل من يبدا، احمل من شعل الشراره، وكانه يقصد، واكرر ان الهدف منها هو البحث عن الاكشن حتى يحصل اصوات، كما يعتقدون انهم سيحصلون على الاصوات ايا كان. لذلك هذه التصرفات لا تليق. مع الجانب الاخر اقول ان التيار الصدري انت تقول منضبط، نعم منضبط طبعا، لكنه انفعالي عقائدي. عند سماحه السيد مقتدى والشهيد الثاني والشهيد الاول من المقدسات، لذلك الاعتداء على هذه الاسماء والارث السابق اللي اشار له الاستاذ جاسم بدقه، كلها تراكمات ووصلت الى هذه الحاله، بحيث عندما صدرت هذه التغريده لنقل المزيفه، لنقل انها مزيفه، كانت تستند على تراث اخر، فكان الفعل ليس للتغريده ابدا، الفعل لاحداث سابقه موثقه لدى جمهور التيار الصدري وفي ذهنهم. اما تقول لي انه السيد مقتدى الان دعوته واضحه، يقول لا تعتدوا، لا تحرقوا، لا لا نحن مقاطعون، وهذا الكلام الواضح، لكن انت تضمن هذا الجمهور الذي يظهر كله للتيار الصدري؟ هل تضمن ان هناك ناس غاضبون لا يظهرون؟ والسيد علي الفتلاوي يقول هاي حقوق شخصيه، نعم حقوق شخصيه. انا هم اريد اسال الطبقه السياسيه اللي اخذت حقوقنا من كذا سنه، والذين تجاوزوا على المال العام وفشلوا في تقديم الخدمات، الا تساعد في تصعيد الحاله النفسيه لدى المواطن بحيث يرى صور كانهم اعداء، وبالتالي ونفس اصحاب هذه الصور ويقومون بتصريحات استفزازيه ضد هذا الجمهور الغاضب العاطفي. لذلك خلنا نحلل القضيه بكاملها قبل ان نوجه اتهاماتنا، وانا اذهب مع الراي الذي يقول لا ليس صحيحا ان نذهب باتجاه التصعيد، يفترض ان نهدئ حفاظا على مكون كبير جزء من شعب كبير. بس للتوضيح يعني هذا سؤال مهم جدا، انه الان اللي يتجاوز على القانون من اي جهه، خصوصا مثلا خلينا نقول انه اشخاص من التيار الصدري تجاوزوا على القانون، طبعا مو بس التيار الصدري، هوايه اكو كتل سياسيه، اكو هوايه احزاب، اكو هوايه ناس عندهم تجاوزوا على القانون. وليش ذكرتها انت؟ المال العام والسرقه والبوق والكذا، انا ما ادري يسمونه تجاوز على القانون لو لا، بس عموما هسه احنا بالانتخابات في هاي المناسبه انه تجاوز واحد على القانون واجت القوات الامنيه واعتقلته، هل يعترض التيار الصدري على ذلك؟ هل اعترض الان؟ لا. اذا ننتظر ونرى. انا بتقديري انه عمليه هذه الافعال هي ليس بتوجيهات مركزيه، ولكنها رده فعل شعبيه طبيعيه، وذكرنا لك انا والسيد جاسم الموسوي بوضوح زين بهذا الشان. من يضبط ايقاع هذا هاي الحركات الشعبيه اللي تحرك يا اخي الشعبية. شوف يا اخي بايطاليا خلوا النواب حسن، خلينا نقول يجلون نوابنا، خلوهم بعبوات القمامه بالحاويات، تمام. هسه جماعه شالوا صورهم، يعني اذا صارت صورهم هم تصير مقدسه صورهم، يعني انا قبال بيتي ما اتحمل اشوف، اصعد اشوف فلان وفلان وانا اعرفه متورط بالمال، او بالاقل ما اقول متورط، اعرفه انه اختنى بعد 2003 زين. اذا داروا حاله نفسيه للشعب العراقي. وبعدين يا اخي يا استاذ محمد يا استاذ علي يا استاذ جاسم، اذا كانت هذه الانتخابات عقدها في هذا الزمن يسبب شرخ
لدى جزء كبير من الشعب العراقي. لماذا لم يتنازل الطرف الآخر ويؤجلها قليلا إذا كان يتحقق المراد الآخر للشعب وتحقق انسجام؟ ما الضرر أم أنها عملية كسر إرادات مثلا أو محاولة إقصاء جهة سياسية؟ طبعا أنا شخصيا أقول لو أن التيار التزل اشترك في هذه الانتخابات أول من يرفع انتقادي لهم، لأنهم ينسحبون من البرلمان مثلا ويشتركون في انتخابات المجالس. طبعا هذه والله عم احتاروا التيار الصدري بيكم، اذا شاركوا وقلت لهم تنتقدوهم، اذا ما شاركوا هي مو ترك اللي تركه اللي تركه اكثر واسمن من الذي ممكن ان يحصل عليه في هذه الانتخابات. واذا شارك بالانتخابات راح تقول له ها والله انا انتقده، اللهم اشهد لو مشترك بالانتخابات التيار الصدري انتقده، ولكن لو كانت انتخابات برلمانيه مع مجالس المحافظات ويشترك بها اقول له حياك، على الرغم من انني كليا احترض على مجالس المحافظات لانها كانت معرقل لاداره الحكومه. انا عضو مجلس الدوره الاولى وارى وشهدت بنفسي كيف كان اعضاء مجلس المحافظه يعرقلون اداره المحافظه. ثق كانوا سببا بلاء، اقول انهم بلاء للمحافظات، لذلك نهضت بعض المحافظات بعد رحيل مجالس للاسف الشديد. وتمنيت ان الذين يدافعون عن الدستور أن يقروا المجلس الاتحادي، ولكن لأن المجلس الاتحادي يسحب صلاحياتهم اتركوه مركون على الرفوف ولم يصدروا قانونه الخاص بهذا التشريع. تمام، خلي جاوبك دكتور علي. أستاذ علي، أكو مداخلة عندك حول هذا الكلام؟ أكو تعليق؟ إيه، بخصوص المال الخاص أو اللي تطرق لجناب الأستاذ الكريم أستاذ غالب المحترم، الله يحفظك. طبعا أريد فتوى واحدة من أي مرجع أو قول بأن يعطي شرعية أو مأذونية بأن ينتهك المال الخاص والعام، فقط أريد واحدة. ماكو، كل ماكو. أي إذا اليوم ليش أنا أعطي غطاء؟ ليش أعطيها دائما غطاء؟ والله هي حالة نفسية. ليش ما أثقف الشعب؟ ليش ما أثقف أتباعي؟ ليش ما أثقف ناسي بأن يابا ترى أنتم جاي تخطون هسه مو فقط للتيار، لا بكل المسميات، بأن أنتم جاي تعبرون خطوط شرعية عمي، جاي تعبرون خطوط اخلاقيه. انا اليوم مو والله على مزاجي، والله اريد افتح الباب واشوف صوره مثل صوره استاذ محمد، والله ما تعجبني لازم اشققها. عمي هاي بيها مأذونيه شرعيه، هاي بيها التزام اخلاقي، هاي بيها هواي امور. فكل ليش ما نثقف مجتمعنا احنا؟ ليش دائما نعطي الذريعه والله عامل نفسي، والله انا مزاجي ما يقبل بان تخلي صوره زين؟ من يقول بانه كل المشاركين بالانتخابات هم فاسدين؟ من يقول؟ ليش؟ اعطيني دليل على فسادهم. اي مرشح مو اكو ناس جدد يعني اصلا يعني ما مشتركين بالعمليه السياسيه حاليا. تدري انت تمزقت الالاف من الصور زين تحت هاي الذريعه تحت مسمى والله انا ما اقبل، انا ما يعجبني. مو صحيح عمي، لا بالعكس، هيك كفاءه مثل الدكتور غالب وجناب السيد يعطون بانه الواقع بانه لا يا اخوان، اللي تريد قاطع ماكو مشكله، احنا نكيف، هذا نظام ديمقراطي ما عنده مشكله، لكن بان ما تمنعني على الانتخابات مو من حقك، تخوفني بعدم المشاركه مو من حقك، تقطع الطريق عني مو من حقك، تضرب بيتي مو من حقك، تشيل صورتي مو من حقك، تخوف الناس مو من حقك. زين فيا استاذ كريم كون احنا نوعي الناس. لا أسأل انا سالت الدكتور غالب وسالت قبله مجموعه من بصراحه عرفت لك اياها مثل ما هي، سالت يعني هاتفيا لانه الاخوان بالتيار الصدري ما يطلعون بالاعلام بهذا الوقت، سالتهم انه يابا اذا اعتقلت القوات الامنيه شخص خارج عن القانون سوى مشكله قانونيه اليوم واعتقلت القوات الامنيه تعترضون؟ قالوا والله ما نعترض. ليش؟ لانه السيد مقتدى الصدر اساسا في تغريداته ذاكرها اكثر من مره. يقول لك انا مو كل مره كل مره كل ما اصير حاله مقتدى الصدر يصيح لا هاي لا هاي ها، مو صحيحه يعني. والله زين ليش ما الحكومه تتخذ الاجراء المناسب بحق هؤلاء؟ قصدي هسه هذا ضعف ووهم من الداخليه، كل المفروض تاخذ الاجراءات. هذا تتحمل مسؤوليه الداخليه. اثنين انا من الساعه سمعت بانه سوف تصل الى حد بانه اقتحام المراكز. لا هاي مشكله كبيره تكون اذا وصلنا الى حد اقتحام المراكز، اذا هذا عدم هدم للعمليه السياسيه وهدم للعمليه. هذا ما صاير يعني، قصدي مو صحيح. سيد جاسم يقول لك هذا سيناريو ممكن حصوله بالايام لا جاسم. انا ما اتوقع تصل الى هالمستوى، قد يكون هنالك ترويج، هنالك بث اشاعه، هنالك ايصال رسائل، لكن ما اتوقع بانه اليوم العراقيين يصلوا الى ان
يصير اقتحام لان يعني هذا خرق للامن، وخرق الامن يولد مشكله. اسمع مداخلتك اخر مره حتى اختم. لا انا طبعا اتفق مع الطرفين، لكن عندي نقطه مهمه جدا هو حتى نتجاوز هاي المرحله. انا مع تاجيل الانتخابات مهما كان الثمن مالي او مو مالي، ومحاوله اقناع سماحه السيد الصدر بالمشاركه بالانتخابات، ومع تصحيح خطا تاريخي في انتخابات العراق والذي لا يشابهه خطا بالعالم، ان الانتخابات المجالس المحافظات شرطها شرطين اساسيين، هو ان يكون قد حصل في انتخابات التشريعيه على 5% من اصوات الناخبين، او لديه على اقل تقدير مقعد واحد. الان نشاهد الاف المرشحين، فوضى عارمه، وبالتالي لا يوجد تنظيم ولا يوجد احد الان يحدد شرعيه الانتخابات من خلال المعيار الاول. انا ادعو واتمنى ان تؤجل الانتخابات. أنا أشكرك سيد جاسم الموسوي، أشكرك أستاذ علي الفتلاوي، وأشكرك دكتور غالب الدعمي. شكرا جزيلا. بقى رسالة من المقاريد. تدرون الناس هواي تناشد. يا وزارة الدفاع، يا رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يا رمله، يا قيادات الجيش العراقي، يا وزارة الدفاع، عندكم أكثر من 1800 جريح مؤشر في مديرية الخدمات الشخصية، وصار لهم سنتين ما جاي تأشرون في دائرة المراتب والموارد البشرية حتى يحصلون على حقوقهم بالترقية مقارنة بالجرحى الآخرين، علما أنه نسبة عجزهم صفر دون الحاجة إلى إدخالهم إلى اللجان الطبية وبتوجيه من رئيس أركان الجيش، وهذا بها كتب رسمية. يعني جندي جريح أثناء الخدمة أو من جراءها، يعني في معركة أو أثناء العمل، ب 2010 يقدم معاملة، في 2016 يبقى ينتظر من 2016 إلى 2023، يعني طبعا راح ندخل بال 24، ولحد هاي اللحظة ما محصل موافقة حتى يترقى ويحصل له على 150,000 دينار، مع وجود أوامر من دائرة الإدارة ومديرية الأمور الطبية العسكرية لتأشيرهم في دائرة المراتب، لكن فقط أوراق موقعة فقط، لا تقدم ولا تأخر. يعني أوامر الجهات العليا بالجيش العراقي من شو وقت ما تحترم؟ ليش هاي الناس واقفة بالحر وبالبرد وتاركين عوائلهم ويصابون في معارك؟ وهذا كذا يعني بهالطريقة تكرمونه؟ وزير الدفاع أشوفك هواية تسوي جولات بالوحدات العسكرية، يعني ما أدري هسه نشكرك عليها ما نشكرك ما أدري، ريدك تسوي جولة وحدة في دائرة المراتب التابعة للجيش العراقي وتسجل الجرحى. احترموا جراح جنودكم وتضحياتهم، لأن كلش معيب حتى انه يوقفني واحد بالشارع من جنودكم او ويسالني ويطلب من عندي اسوي له مناشده لكم. كان المفروض انه من عندكم انتم مباشره ذولا ابنائكم، لان انتم تماس مباشر يوميا وياهم. احترموا حماه الوطن رجاءً. شوفوا ذولا الجرحى اللي منتظر له 150,000 دينار عراقي. في امان الله.